السلام عليكم جميعا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر كاع الناس اللي كيدعموا القناه بالاراء ديالها الجميله، الله يوفقكم. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الحلقه جديده على زراعه الحمص في المنزل بطريقه سهله. الحمص كيتهو هذا اهو، كيتعتبر من البقوليات، قديم هذا، قديم الزمن، كيقولوا راه كان التاريخ ديالو في 7500 سنه قبل الميلاد والناس كيغرسوه. هو هذا كناخذوا حمص مزيان نقي، ما فيهش السوسه، ما فيه حتى شي حاجه، وكننقعوه في الماء لمده يومين، كيخرج لنا هذا البرعوم ديالو اللي كتشوفوا. هو هذا مزيان يجرب الانسان اي حاجه اللي عنده اتساع، يجرب اي حاجه في عنده حديقه ولا شي حاجه، يجرب اي حاجه في المنزل ديالو، حمص، عدس، بروكولي، اي حاجه راه مزيان، يشوف الزراعه ديالو، يشوف الورده ديالو كيفاش كدار وكيفاش كيتنقع. هو هذا الحمد لله كنديرو تبتو حفر على جوج سنتيم وكنسبقو ليه هاد السمك ديالو هكا هكا، بطريقة كنغرسو بحال هكا باش نحطوه ان شاء الله. غتشوفو معنا خلال الموسم بداية الزراعة ديالو كتبدا من شهر يناير، من شهر يناير، والحصاد ديالو كيكون في شهر 5 ان شاء الله بسم الله. مزيان تشوفوا هاد الزراعة، بسم الله ما شاء الله. هي هكا، وهو ما كيبغيش الماء كثير، الحمص ما كيبغيش نكثروا ليه الماء، هو كيصلح في العام كيكون الجفاف كيكون مزيان، المهم الماء ما نكثروش ليه، تكيسوا عليه في الماء وغنشوفوه ان شاء الله ملي ينبت. كيبغيش كثر الماء لان كيخماش في التربه. ها هو والحمد لله، ونوريكم الشتلات ديال الخص. ها هما ضروري باش يكون الانسان عنده واحد المشتل في المنزل، الاهميه ديالو هي كنحافظوا على سميتو النباتات ديالنا، وكنتسناو حتى خوانينا البوطاجي ونديهم ليه. هذه هما الخشيرة تاع الخص عطاه الله، هذا دابا غنديوه البوطاجي راه عندي فيه، وغادي نوريكم كيفاش هاد الشتله ديالو. هذه الشتله ديال الخص غنحطوها هنا وغادي تشد ان شاء الله، ونتسناو البوطاجي يخوى ولا شي حاجه. وهادو الشتلات ديال البروكولي، ها هو ها هو البروكولي، كلشي كاين هنا، ها هو جو البروكولي اللي بغاه مرحبا به، يتصل بينا. هادو الشتلات كاملين ديال الخص، غنوريكم البروكولي ملي غرسناه في البوطاجي قداش ولا. تقدر تغرسو في هادو ديال البلاستيك، تشدوهم ديرو لهم الطقاب من التحت وتغرسو بيهم. هادو لقيتهم في واحد سميتو، لقيتهم رخاص، كيديرو جوج دراهم، هانتوما الثمن ديالهم هو جوج دراهم. اللي بغا يعرف فيه ولا منديرو اشهار للشريكة يتصل بيا ونقول ليه كاينين مزيان ونقص. غندورو دابا واحد الدور على البوطاجي، غنوريكم الباربا اللي غرسنا ديك النهار، هادي اسبوع، ها هي بدات كتنوض، ها هي هادي كلها حمراء، هادي الباربا ها هي نط، ها هي نط الحمد لله. من بعد ملي غتولي تبلغ تنجم نحولو الشتلات ديالهم. هذا هو البروكولي اللي وليتكم قبيلة، شتي قداش ولا؟ ها هو، لأن لقى على اتساع، والفوت ها هو غادي مزيان. البطاطيس هي اللي كطيب، ملي كتبدا تصفر كتبدا طيب، دابا غتسناو تصفر مزيان ونحيدوه. ونوريكم ان شاء الله الفيديو ديال منين نجنيو البطاطيس، ها هي باقا خضرا هنا. هذا حيدنا كان فيه اللفس، هذا الجزر، ها هو الجزر هنا، هذا الفجل اللي غرسنا ديك الخضرا، ها هو ناض مزيان. نوريكم قداش ولا، ها هو ها هو بدا كيطيب، ها هو كاع تفرقع بسم الله، طبيعي ما فيه لا مواد لا حتى شي حاجه كيماويه،
كيليق الصحة. ها خص عاود تاني ها هو قرب نحيدوه. هادي اللوبيا هادي تما هادي السلمية أعشاب طبية هذا فيو فين وصلوا الفريزة هما دايرين النوار ها انت مفتش بارك الله فجر ها الحمد لله عندك خير من عند سيدي ربي ها الفريز تا هو هو الاحمر ها هو كلشي كيدير النوارة كلها كدير هذا السلاوي او كيدير واحد الوردة بيضاء ايه شي فلور شي فلور هو هدا هو طاب تيجير الحمد لله هذا الربيع طبيعي كنقطعوه وكيخيو فينا الربيع طبيعي ديو هدا معدوس الربيع هذا البروكولي عاوتاني موجود عندي هذا البروكولي كنتمنى الفيديو يعجبكم واخا الفيديو قصير راه مهم وغني ما كنطولش انا في الفيديوهات الهضره يا الله كنتمنى الفيديو يعجبكم تبارطاجيو وتستافدوا في الزراعه المنزليه ولكم الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في الحلقه الجايه ان شاء الله مع زراعه اخرى الله يعاونكم.